السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شباب تانية ثانوي، هنبدأ مع بعض إن شاء الله. تانية ثانوي، إيه يا عم تانية ثانوي دي؟ تانية ثانوي سنة حلوة إن شاء الله، وعايزكم كلكم ربنا يوفقكم وتستغلها على أحسن وجه. طب نستغلها إزاي يا مستر؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تانية ثانوي دي، قبل بس ما نبدأ كلمتين حلوين كده ليك، عشان عايز برج محترم. قبل ما تبدأ وأنت في تانية ثانوي، أهم حاجة بالنسبة لي اشوف يا مستر انا فاهم ايه ومش فاهم في ايه، انا ضعيف في ايه وقوي في ايه. يعني ايه مثلا بس انا حصل معايا مواقف كتير. واحد في ثالثه ثانوي يوم الامتحان العربي بالليل، انا مش عارف حاجه في النحو، مش عارف افهم النحو. طب انت بتعمل ايه طول سنك العمريه دي؟ وصلت طول ده كله بتعمل ايه؟ مثلا انا الانجليزي عندي تعبان فيه، يا عم تروح ان شاء الله حتى في ثانيه ثانوي تسيب كل الدروس وتقعد تعمل ثانيه ثانوي، تقعد تذاكر انجليزي بس. انت في ثانيه ثانوي شوف النقاط الضعف بتاعتك وقويها، ما تجيش في ثالثه تقول انا مش عارف، ما بعرفش اعمل ايه، ما بعرفش اعمل ايه. لا مش هينفع. انا والله بنشوف ناس كتير وناس شاطره وناس دماغها عالي قوي، شويه نحو يبوظوها، شويه ضعف، شويه رياضه يبوظوها، وبالذات لو جات علم رياضه اهتم بالرياضه جامد بتاع التانيه دي. تاني رجاله، ما تجيش ثالثه وانت عندك نقطه ضعف. تمام. عندك اكتر حاجه بنسمعها من الولاد انجليزي، نحو، صويت منهم، في مشكله شويه كيمياء، اسئله كيمياء ازاي تعمل معادله، الموضوع مش صعب. تمام. والفيزياء طبعا كده كده مهما عملت هتصوت منها. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا ريس، هنبدا مع بعض منهج تاني ثانوي، منهج فيزياء ان شاء الله. اعتقد انت شفت العنوان بتاع الفيديو ده، فيزياء صح ولا مش صح؟ صح. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. المنهج بتاع تانية ثانوي انا بعتبره دايما، وبالذات المنهج يعني المنهج تانية ثانوي اسهل منهج فيزياء، يعني هو اسهل منهج فيزياء، اسهل من بتاع اولى واسهل من بتاع ثالثه. فانا عايزك بس تاخده بايه، بقلب هادي كده، وحاول تستمتع معانا. طبعا كله كده ماشيين. صلى على النبي. المنهج بتاع ايه يا رجاله؟ منهج تانية لذيذ وحلو، في اللذيذ منه كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب واللذيذ منه ده بيبدا يتكلم عن ايه؟ قال لك فاكر اولى ثانوي؟ تقول له سنه سودة ومش عايز افتكرها. اقول معلش افتكر معايا كده، يعني ايه؟ يعني ماشي ولا يهم، الذكريات كتابه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا ريس، السنه اللي فاتت كنا بناخد حاجه اسمها الحركه، الموشن. الحركه او الموشن دي كنا قلنا في مقدمه خالص في سنه اولى ثانوي ان انا عندي الحركه لها نوعين، حركه انتقاليه وحركه دوريه. حركه ايه؟ انتقاليه وحركه دوريه. يعني ايه حركه انتقاليه؟ انا كنت هنا في مكان وانتقلت من هنا لحد هنا، انتقلت، فنسميها حركه انتقاليه. لها نقطه بدايه ولها نقطه نهايه. راكب الموتوسيكل وبتجري في وشك، بتجري في ماراثون، بنلعب ايه؟ خلاويص. تمام. بنجري ورا بعض. تمام. استغماية يعني. صلى على النبي. مش كده العاب في مصر؟ عندنا كل بلد عاملها حاجه مختلفه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بنلعب كوره يا عم، بنجري ورا بعض. تمام. او تاني حركه عندنا، او الحركه الانتقاليه، او حاجه احنا خدتها قبل كده، حركه في خط مستقيم. عندها حركه الانتقاليه من مكان لمكان، ليها حالتين، الحركه في خط مستقيم والحركه في مقذوفات. اللي انت خدتها السنه اللي فاتت، انت خدت السنه اللي فاتت في اول في اولى سنه، وانت مش فاكر حاجه فيها، انك بتتحرك في خط مستقيم وتحرك في ايه؟ في مقذوفات. الناس حبايبنا اللي في خط مستقيم، واحد بيتحرك عادي، انا ماشي كده. مقذوفات اللي هي بتعمل كده ليه؟ مش عارف، ادخل شوف القضيه ممكن. تمام. اللي هي بتعمل كده ليه؟ تمام. واحد بيلعب سله، وصلت؟ في مشكله؟ مفيش مشكله، دي مش خص... ده انت خدته قبل كده. طب هي يا مستر مطلوب مني؟ والله ممكن تاخد عنه فكره في ثالثه ثانوي في الرياضه، شويه في الفيزياء، شويه بسيط، شويه بسيط خالص يعني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا هنتكلم في المنهج بتاعنا هنا حاجة اسمها الحركة الدورية. حركة ايه؟ الدورية. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمها الحركة، الحركة في منها. لكن ايه معنى كلمة دورية دي؟ طب ركز معايا كده، كلمة دورية، دوري. الشباب يعرفوا، الشباب اول ما يسمعوا الناس اللي بتسمع كورة يقول لك الدوري الانجليزي يا مستر، وفاكر نفسه كده بيقلش دم خفيف يقعد تكلم تقلش. فعلا الدوري الانجليزي هو سموه دوري عشان ايه؟ حركة دورية. على طول كل سنة في شهر 8 في شهر يبدأ الدوري، في شهر 6 اللعيبة تاخد أجازة يخلص الدوري، وكذا وهكذا.
بيحصل بشكل ايه؟ بتكرار، بشكل دوري. يعني ايه دوري؟ حاجه بتتكرر على طول. مش فاهم يا مستر؟ صلى على النبي. انا هاجي لك على الجرح قوي. كل سنه في شهر 8 حجز جلوس، ادفع فلوس يا موكوس، صح ولا مش صح؟ ومدرسين رخمين، ونقعد نسمع في كلام ملوش لازمه ومش عارف ايه، ولا بننفع ولا بنتنايم، صح ولا مش صح؟ كل سنه في نفس الميعاد، في شهر 8 نروح دروس، في شهر 1 نمتحن انا وانت اولى وثانيه، نمتحن الترم الاولاني، في شهر كل سنه في نفس الميعاد، صح ولا مش صح؟ صح. انا واحد زي حالاتي كل سنه عيد ميلادي في الامتحانات، في حاجه بتحصل اتعودت خلاص، تمام تمام، احتفل بعيد ميلادي باجله اسبوعين ثلاثه. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى اذا اي حاجه بتحصل بتكرار، فيها تكراريه، بنسميها حركه دوريه. زي ايه تاني؟ طب تفطر الصبح كل يوم، دي حركه دوريه. تتعشى بالليل كل يوم، برضه حركه دوريه. بتروح لا قدر الله بتروح المدرسه، حركه دوريه. لا قدر الله بتروح الدرس، حركه دوريه. يبقى اي حاجه بتحصل بشكل دوري دي بنسميها حركه ايه؟ دوريه. وهكذا بقى بتشوف ايه؟ الدوره الرمضانيه دوريه. ما هي حركه بتحصل في ايه؟ تفهمني؟ بتحصل في الفتره دي، في كل يوم في رمضان، كل سنه في رمضان بيتعمل دوره رمضانيه. فهمت يعني ايه ليه دوره؟ تفهمني؟ يبقى اي حاجه بتحصل بشكل دوري بنسميها دوره. حلو، بتتكرر على طول. صعبه؟ مفيش مشكله. فهمت معنى كلمه حركه دوريه؟ تمام. طب الحركه الدوريه دي هل حاجه واحده بس؟ لا، انا عندي حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ الحركه الدوريه يا اما حركه اهتزازيه يا اما حركه موجيه. حركة ايه؟ اهتزازية لما حركة موجية. احنا علينا مين فيهم يا مستر؟ احنا علينا المفروض الموجية. بس يا مستر الحركة الموجية دي يعني حركة الموجات. هو احنا بنسمع الموجات دي فين؟ والله موج البحر، عندك موجة التلفزيون، الموجة اللاسلكية، التليفون اللي بيطلع من التليفونات، الحاجات دي اسمها حركة موجية. حلو؟ حلو. الحركة الموجية دي احد انواع الحركة الدورية. انا عايزين نفهم الحركه الموجيه. انا صعب عليك انت، صعب عليك انت تفهمها، واقعد اتخيل ومش عارف ايه وكده. فعملوا ايه في الكتاب والشغل العالي بتاع الكتاب؟ قال لك ايه؟ انا هديك حاجه اسمها الحركه الاهتزازيه، اعرفك بيها شويه حاجات تفهمها الاول، وبعد كده راح افهمك الحركه الموجيه. يبقى احنا الغرض من الدرس بتاعنا، من المنهج بتاعنا، الحركه الموجيه. تمام تمام. طب انا عشان ادخلك الدخله الصح، دي الدخله الصح، هديك الحركه الاهتزازيه تفهم معايا الموضوع. يعني الحركه الاهتزازيه مقدمه المنهج، هي مقدمه الحركه الموجيه. افهم عشان ده الموضوع ده مهم. انا عايز افهمك الحركه الموجيه عن طريق ان انا اشرح لك وافهمك الحركه الاهتزازيه. حلو الكلام؟ تمام يا تمام؟ تمام. صلى على النبي. يبقى هنشرح النهارده يا مستر الحركه الاهتزازيه، وان شاء الله الحصه الجايه او اللي بعدها نبدا في الحركه الموجيه. غالبا الحصه اللي بعدها، لان احنا الحركه الاهتزازيه هنخلص معظمها النهارده، الحصه الجايه هتبقى شرح حته صغيره ونحل كام سؤال مع بعض كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا ريس، الحركه الاهتزازيه يعني ايه؟ هي حركه. تمام؟ تمام. طب اهتزازيه؟ يعني ايه اهتزازيه؟ اهتزازيه يعني فايبريشن. الله عليا في الانجليزي، الله عليا في الانجليزي. بص يا ريس، ايه الحركه الاهتزازيه؟ قلنا الحركه خلاص فهمناها، لكن ايه الاهتزازيه دي؟ اهتزازيه فايبريشن، حاجه بتهتز. ازاي؟ انت تبقى كده قاعد برجلك عمال تعمل كده، مش عارف رجلي باينه ولا ايه، تقعد تعمل كده، بتعمل ايه؟ بتهز رجلك، حركه اهتزازيه. وصلت؟ بلاش. انت بتقعد ايه؟ بترتعش في الشتاء، حركه اهتزازيه. انت تفهمني؟ ايه تاني؟ التليفون لو انت عامل فايبريشن يقعد يعمل كده، صح ولا مش صح؟ حركه اهتزازيه. اي هزه بتتهز، خلاص تمام؟ اي حاجه بتنهز كده يبقى دي حركه اهتزازيه. في مشكله؟ مفيش مشكله. طب الامثله بتاعت الكتاب، قال لك الوتر الحساس اللي هو بتاع ايه؟ الوتر بتاع الكمان ده ولا بتاع الجيتار، تمام؟ بتاع الكتاب عامل فيها تامر حسني، تمام؟ ايه؟ مش مشكله. في حاجه بتاع اللي هو اسمه ايه؟ في الكتاب قال لك تاني اللي هو الشوكه الرنانه، طبعا غير بتاعت الاكل، دي شوكه كده بتبقى موجوده في المعامل، تمام تمام؟ وقال لك وعلق السوخ اللي هو الزنبور بتاع تشده كده ويروح ويجي، تمام؟ وثالث ورابع حاجه قال لك البندول. ايه البندول ده؟ البندول ده هو خد الثلاثة أولانيين دول، مش مكلك البندول، هشرحه لك وأفصصه لك واحدة واحدة. البندول ده عامل إزاي؟ عبارة عن كورة كده
كوره مربوطه في حبل واروح ماسكها كده كده اهو ايه كده الكوره كده بالمصدر ده انا بشد الكوره كده وتقعد تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي عارف انت لعبه نيوتن كده تمام تمام رايح جاي رايح جاي رايح جاي مشكله مفيش مشكله لو انت مش عارف لعبه نيوتن اكتب على اليوتيوب لعبه نيوتن هيطلع لك مسلسل محمد فراج ومنى زكي على دي ام سي صار انا ما بنعملش اعلان ركز معايا بص بقى يبقى احنا هنتكلم عن مين يا ريس هنتكلم عن البندول هو فور اكزامبل احد الامثله على الحركه الاعتزازيه على الفايبريشن بتاعنا على الفايبريشن ايه موشن صلى على النبي عليه الصلاه والسلام ايه هو البندول ركز معايا في شايف واحد بيقلش هنا بيقول لي بندول اكسترا مستر اقول له ماشي يا ريس ربنا يشفيك ما انت عشان اكيد قاعد في الصيدليه انت بتاع بندول اكسترا ركز معايا صلى على النبي عباره عن كوره وحبل ايه اللي يحصل هشدها لحد هنا كده من اشد امسكها كده واروح سايبها فتيجي الناحيه دي طيب تمام هي تيجي الناحيه دي وامسك لحد هنا واسيبها رايح جاي وبرضه هنحاول برضه مستر مصطفى ملك الكيمياء وملك المونتاج وملك اي حاجه الراجل الشبح هيحط لنا ايه فيديو جنبنا تمام تمام طبعا اخويا لازم اقول عليه كلام حلو فشده كده يروح رايح ايه ويجي وايه ومبين هو ممكن يجيب لك فيديو مثلا يجيب لك حاجه حلوه فيه ما عرفش انه بنشيل الكلام ده مش شبح ولا حاجه صلى على ايه اللي يقول الكلام ركز معايا صلى على ده مين يا ريس ده اسمه البندول احنا قلنا الغرض من دراسه البندول ايه دراسه الحركه الاهتزازيه عشان بعد كده تدرس الحركه الموجيه وانت ما عندكش مشكله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام طب عشان كده انا بقول لك هنعرف عن الحركه الاهتزازيه شويه مفاهيم هتنفعك هناك في الحركه الموجيه ايه هي المفاهيم دي قال لك تعالى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام انت لو شفت البندول مسكته كده وعملته كده وسبته وراح ويجا ها ايه اللي بيحصل رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي صلى على النبي البندول مش ممكن في فتره في لحظه من اللحظات يبقى هنا في لحظه من اللحظات يبقى هنا صح ولا مش صح صح قال لك لو لقطته هنا او لقطته هنا خلي بالك انا كنت ماسكه هنا فسبته مشي انا لو لقطته هنا او لقطته هنا في الحتتين دول بنسمي ما وصلش هنا خلي بالك ما وصلش هنا انا كنت ماسكه هنا وسبته لو كنت ماسكه هنا وسبته كانت هتختلف لا انا ماسكه هنا وسبته بس انا لقطته هنا بالصوره بقول لك الحته اللي مشيها دي نسميها دي ديسبليسمنت اللي هي ازاحه ديسبليسمنت اللي هي الازاحه تاني تاني اول حاجه تعرفها لو لقطت لو لقطت ها الدي لو لقطت البندول بعيد عن الحته دي ها ها بعيد عن الحته دي ايه صغيره خالص يعني بعيد يعني مش هنا كده مش بعيد مش مكان اللي انت سبته فيه لا في النص كده دي بنسميها قطع ازاحه قطعي ازاحه طب صلي على النبي الحته دي اقولها لك شايف الحته اللي في النص دي هو دلوقتي البندول انا مسكته كده وسبته رايح جاي رايح جاي هو لو وقف هيقف فين هل هيقف هنا ولا هنا ولا هنا طبعا هيقف هنا فده بنسميه موضع الاتزان او السكون الاصلي هو مش على طول ساكن مش هنا على طول لا لما يكون مش شغال يقف هنا لما يكون مش شغال يروح واقف هنا بنسميه موضع الاتزان او ايه او كده بين قوسين السكون الاصلي تاني تاني الحته اللي في النص دي نسميها موضع ايه الاتزان او السكون ايه الاصلي صلي على النبي يبقى لو عايز اقول لك كده لو مشي البندول بعيدا عن موضع اتزانه حته كده معينه يقول قد قطع هذا البندول ازاحه رمزها دي في مشكله؟ مفيش مشكله الموضوع سهل خالص. طب الازاحه دي نعرف عنها ايه؟ اول حاجه الرمز بتاعها دي بيمين الازاحه الديسبليسمنت او الديسبليسمنت. ثاني حاجه تعرف عنها ان هي كميه ايه؟ هي الازاحه كميه يا رجاله. بتقول يا ابني مش سامع ازاحه كميه منتجه يا مستر عيب عليك واحنا تلاميذ. تلاميذ. ثاني سنه. صلى على النبي. بص يا ريس الازاحه كميه ايه؟ منتجه. في مشكلة؟ مفيش مشكلة.
تاني الازاحم ايه؟ متجه. يبقى اول حاجه اول مفهوم تعرفه الازاحه التي يقطعها البندول. تاني مفهوم حاجه اسمها بصر، حاجه اسمها السعه. اسمها ايه؟ السعه. ورمزها ايه؟ جاي من حاجه اسمها امبليتيود. جاي من ايه؟ من كلمه امبليتيود. ايه السعه دي يا مستر؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تيجي انت رايح تشتري مثلا وليكن، عارف انت الكولمان؟ ايه الكولمان ده؟ بلاش. الجردل، الجردل اللي هو الكبير ده بتاع النخل او بتاع الترشي على حسب انت قاعد فين، الكبير ده لو انت سالت عليه يجي يقول لك والله عايز جردل او برميل 20 لتر 50 لتر 60 لتر. لو انت بقى بتشتريه من مصنع يكون مكتوب عليه هذا البرميل سعته 50 لترا، صح كده؟ ايه سعته دي؟ يعني هو يا باشا يقدر يشيل 50 اخر ويشيل 50 لتر. ايه يعني السعه هي اكبر حاجه. اكبر ايه؟ حاجه. تاني السعه هي اكبر حاجه ممكنه. طب سعه اهتزاز البندول او بلاش، هو البندول دلوقتي بيعمل ايه؟ البندول بيتحرك والجسم اذا تحرك يقطع ازاحه. طب لو عايز اقول سعه البندول هو بتقطع ازاحه، يبقى السعه هي اكبر حاجه. اكبر ايه؟ هو البندول بيعمل ايه؟ البندول بيقطع ازاحه. اذا السعه هي اقصى ازاحه. السعه هي ايه؟ اقصى ازاحه. اقصى ايه؟ ازاحه. تاني السعه هي ايه؟ اقصى ازاحه. حط في دماغك دايما انا معايا برميل سعته 50 لتر. تمام؟ يبقى دي اقصى اكبر حاجه ممكن يشيلها. وصلت؟ ده معنى كلمه ايه؟ السعه. يبقى طب سعه الاهتزازه هي اقصى، انا عندي حاجه بتهتز اكبر حاجه ممكن توصل لها. فهي اقصى ازاحه ايه؟ ممكن توصل. في مشكله؟ صلى على النبي عليه الصلاه. طب السعه دي كميه ايه؟ في هنا مفاجاه. السعه قال لك كميه قياسيه. ازاي يا مستر؟ الازاحه كميه متجهه والسعه اللي هي اقصى ازاحه كميه قياسيه. صلى على النبي. بص يا ريس، لما اجي اقول لك كميه قياسيه او كميه متجهه معنى ذلك ان انا الكميه القياسيه يكتب لك في الكتاب يلزم معرفتها معرفه تعريفها تعريفا تاما ما في مقدار فقط. الكميه المتجهه يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفه مقدارها واتجاهها. تمام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا قلت لك لو تحرك الجسم ازاحه وليكن افترضت ان ناحيه اليمين دي الاتجاه الموجب وناحيه الاتجاه السالب. حلو. لو ده تحرك موجب اثنين، حركة ايه؟ موجب ايه؟ اثنين. يبقى انت عارف انه مش كده. طب سالب اثنين مش كده. لو قلت لك تحرك اثنين وسكت انا مش ما حددتش، فانا مش عارف. انا لو عايز اسال عن الازاحه لازم اعرف الاتجاه. عشان اعرف الازاحه بالدقه الصح لازم اعرف الاتجاه. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السعه هي اقصى ازاحه. هو ده لو انا بدك ازاحه اثنين، لو ده مثلا ان السعه هنا بسته، هل انت عرفت دي وما عرفتش دي؟ هل هنا بس الله هنا اكتر من هنا؟ لا. فانت مش محتاج تعرف الاتجاه، لان سته هنا هي سته هنا. انا مش لازم تعرف الاتجاه. تاني الساعة مش عشان اعرفها تعريفا تاما اكون لازم تقول لي الاتجاه فين. وصلت؟ فالساعة هنا اكبر حاجة ستة، ستة هنا وستة هنا، مش محتاج اقول لك موجب ستة وسالب ستة. وصل؟ يبقى تاني الازاحة كمية متجهة، الساعة اللي هي اقصى ازاحة كمية ايه؟ قياسية. لان انا مش محتاج اقول ان الساعة هي اقصى، هي مش محتاج اقول لك يمين ولا شمال، هي اقصى ازاحة خلاص. فانا قلت لك هي رقم مثلا اكبر حاجه سته، فيبقى هنا سته وهنا سته. وصلت؟ في مشكله؟ مفيش مشكله. طب صلى على النبي يا مستر عليه الصلاه والسلام. عايزين نبصمجها. صلى على النبي. سعه كميه قياسيه. قياس تاني ها السعه كميه ايه؟ انت عارف كل انسان هنفخه. يبقى ايه؟ السعة كمية رجالة قياسية. خلصت يا باشا. شايف اللي فات ده كله؟ انا عارف ما ركزتش فيه.
هي الاخيره دي حلوه حلوه يا ولد. اه تمام. يبقى الساعه كم ايه؟ فيها صيف. حلو حلو. امسك عنه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تاني رجاله اول مفهوم بالنسبه لي اسمه ايه؟ مفهوم الايه؟ ها؟ الساعه مفهوم الازاحه. مفهوم الساعه الازاحه كميه ايه؟ متجهه. الساعه كميه ايه؟ قياسيه. صلي على اللي هيشفع فيك عليه الصلاه والسلام. بص يا ريس، هو انت مثلا هو الحركة الدورية دي حركة بتتكرر، فكل تكرار بص كل ما كرر الحاجة أنا بسميها أنا بدأت دورة جديدة. مش فاهم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا ريس، مثلا أفهمك حاجة بس لذيذة جدا. بص أنا مثلا بعمل بتحرك، وانا بعمل حركه تكراريه بكرر نفسي. امتى اعرف ان انا بدات اكرر؟ يعني ايه؟ مش فاهم. بص يا ريس، تعرف انت في مشكله في الثالثه ثانوي بتقابلنا بالذات احنا كطلبه ثانويه، او انت كطالب ثانويه نيجي نذاكر ثالثه ثانوي بيحصل عندنا، او مثلا اي حد مثلا شغال موظف في حته مثلا مش في، عارف احنا معظمنا كشباب معظم الشباب يعني دلوقتي ايه؟ مش عايزين نشتغل في حاجه روتينيه، محتاجين اكشن. انت فاهمني؟ فاحنا كلنا واحنا في الابتدائي انا عايز اشتغل ظابط. ليه؟ انت فاكر زي الافلام بقى كل يوم في مش عارف ايه والكلام ده كله. تمام؟ فانت فاكر بقى ايه احمد السقا في نفسك وايه وخلاص وايه بحبك. تمام صلى على النبي. فانت فاكر الموضوع كده حلو. ليه؟ أنا مش عايز فيه تكرار كتير. إيه حكاية إيه علاقة ده بالموضوع يا مستر؟ بص يا ريس، لو أنت غالباً يعني هتبقى كمان شهر كمان كام سنة كده هتبقى كائن الموظف، تصحى كل يوم الساعة 5 4 الفجر تروح الشغل وترجع الساعة 8 بالبطيخة النمسا وجاي وكل سنة وأنت طيب. حلو. إيه ده؟ أنت بتحس إن أنت بتكرر. أنت بدأت اليوم الساعة صحيت الصبح، خدت الدش التمام، صليت الفجر او الصبح، ورحت طالع من شغلك، ركبت المواصله اللي انت رايحها، ورحت البيت ونزلت، وبعد كده رحت المكان ونزلت تحت خدت تمام، وبعد كده خلاص رحت ورجعت البيت تاني، اتعشيت ونمت. حلو كده احنا عملنا اول دوره. تاني يوم الصبح صحيت من اول ما صحيت تاني انت كده بدات تكرر الكلام، فدي بنسمي اللي فاتت دوره واللي جايه دوره تاني. من اول ما يبدا التكرار ده بنسميه الدوره الجديده. مش فاهم يا مستر؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعال نتكلم على البندول. شايف ده؟ تعال نشوف مثلا على البندول. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. البندول اهو صح؟ ماشي. ها راح انا مثلا بدا من هنا راح كده صح؟ لحد هنا. هل هو كده كرر حاجه عملها؟ لا. رجع. هل كده كرر حاجه عملها؟ برضه لا. هو لسه ما جاش هنا لسه. ها ها. عايز اكرر حاجه؟ كرر حاجه؟ ها؟ من هنا كده بدا يكرر. تاني. اول ما يكرر يبقى بدا حاجه جديده. تاني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو بدا من هنا مثلا. ها؟ انا همشي وانت قول. ها؟ امتى بدا يكرر؟ ابدأ من هنا. ها؟ كرر؟ لا لسه. كرر؟ لا. كرر؟ لا. ها؟ وصل بدأ يعمل حاجة دي تاني. عمل نفس الحاجة مرتين. طب لو من هنا؟ ها؟ ها؟ كرر؟ لا. كرر؟ لا. ها؟ كرر؟ لا. ها؟ بدأ تاني. لا. إذا يبقى كل ما كرر يبقى دي دورة. طب تاني صلى على النبي. طب صلى على النبي تاني. ها لو بدأ من هنا كده مثلا. ايه كرر؟ لا. كرر؟ لا. ها كرر؟ لا. بدأ يعمل نفس الحاجة. صلى على النبي. حلو انت قلت ده. صلى على النبي. ممكن واحد يقول لي يا مستر ما هو لما يجي من هنا ويروح كده ها ويروح كده ويجي كده يبقى هنا كده كرر. لا،
القصة مش لو هي نفس المكان، القصة ان هو عمل نفس الحاجة ازاي؟ يعني هو راح كده صح؟ وعمل كده، هل هو كده ولا كده؟ هو راح كده ازاي يعني؟ انت مثلا جيت في يوم، يوم الجمعة مثلا، انت هل هتصحى مثلا 6 الفجر وتروح تصلي وتروح نايم؟ هل لو نمت بريد دورة جديدة هل كده قررت؟ لا ما قررتش. تاني انت لازم تعمل نفس الحاجة بالظبط. تاني يا رجالة تاني، ها لو بدأت من هنا كده، ها ها كده قد ايه؟ ما مع كده ما عملتش حاجة. طب كده ها مكرر. اول ما اجي هنا بقرر. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يا عمي ده اعتبره ان ده مش شرح، ده كلام من عندي انا عايز افهمه، لو فهمت حلو، ما فهمتش تعالى كلام الكتاب. بص يا اسطى، انت جاي مثلا النهارده صلاه الجمعه بدات تبقى الساعه 1 تمام، فانت الساعه 1 دي لعند يوم الجمعه الجايه قبل الساعه 1 انت لسه في نفس الدوره اللي انت بداتها. يعني انا النهارده اهو يوم الجمعه اهو الساعه 1 اللي انت رايح تصلي فيها الجمعه، خلصت صلاه الجمعه وماشي في الاسبوع عادي خالص، انت كده ما عملتش اي حاجه ولا بدات اي دوره جديده. طب الجمعه اللي جايه على طول طبت الساعه 1 خلاص، انت كده وصلت الدوره الجديده، اول ما الساعه تعدي 1 وصليت الجمعه وانت طالع انت كده بدات الدوره الثانيه بتاعتك. فهمت حاجه؟ لو فهمت اكتب في الكومنتات، لو ما فهمتش مستر احمد هيكمل معاك. ماشي يا جماعه، طبعا دي كانت مداخله من مستر درش حبيبنا، ركز معايا بقى. بص يا ريس، طب تعال نتكلم على الكلام بتاع الكتاب. الكلام بتاع الكتاب بيقول ايه؟ بص، شايف الجسم ده؟ اه، يقول لك الجسم ده عشان يقول ان هو بدا دوره جديده او عشان نقول ان هو عمل دوره، لازم يحدث للجسم او يمر الجسم نفس التطور. نفس الايه؟ التطور. يعني ايه التطور؟ التطور دي بنسميها، عارف انت بتاخد في تانية اعدادي حاجه اسمها التطور التمهيدي، التطور التمهيدي الاول، التطور التمهيدي الثاني، حاجه كده في تانية اعدادي في العلوم، التطور التمهيدي والكلام ده. ايه التطور التمهيدي ده؟ يعني المرحله. انت عارف يعني ايه تطور؟ يعني الانتقال من مرحله الى مرحله، دي معنى التطور، جاي من كلمه تطور. بتطور ده المرحله. المرحله في الفيزياء بتعبر عن حاجتين، او التطور الموضع البوزيشن والدايركشن الاتجاه. تاني التطور في الفيزياء بيعبر عن مين؟ الموضع ومين؟ الاتجاه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تاني بقى، يبقى عشان الجسم يعمل دوره ها لازم يعمل ايه؟ يحدث لها الجسم او يمر بنفس الطور، اي نفس الموضع ونفس الايه؟ الاتجاه، نفس المرحله. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شايف الجسم ده؟ اهو اتحرك كده، هل كده هو يعني اتحرك رجع تاني نفس المكان؟ لا، ها رجع المكان ده لسه ما رجعش، ها ها رجع لنفس الطور، نفس الموضع ونفس الاتجاه. طب دي ها لو بدا من هنا حلو. في مشكلة عندكم، انا عارف في مشكلة عندكم في الثلاثة اللي في النص دول. طب صلى على النبي واحدة واحدة. انا هو صح؟ لو اتحركت كده ها، هل انا هنا كده بدأت اكرر او بمعنى الكتاب انا في نفس الموضع؟ اه. طب نفس الاتجاه؟ لا، انا لما كنت بدأت كنت عامل كده، لكن هنا دلوقتي انا عامل كده. تاني نفس الموضع اه، بس الاتجاه لا، مش نفس الطور. بلغتنا احنا بالحب كده، انا لو فهمتني الاول والله الموضوع ده سهل، انا ما كررتش. اه، فلازم نعمل كده وارجع كده. اه، في اللحظه دي يكون موضع واتجاه. في مشكله؟ طب تاني دي مثلا ايه؟ بص لو انا عملت كده ها وعملت كده، هل دي كده دوره؟ لا، انا رجعت لنفس الموضع لكن مش بتحرك في نفس الاتجاه. اروح عامل كده. اه، بص لما اجي كده اه زي ما انا بدات. طب دي مثلا ها كده، هل دي كده دوره؟ لنفس الموضع اه، لكن مش نفس الاتجاه، انا كنت رايح كده لازم اروح كده برضه، فاروح كده ها لما اجي هنا تبقى دي دوره. اعتقد كده يعني ايه فهمتها، يعني انا اعتقد كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي احنا عملناه ده دوره. طب دوره، الدوره دي لها اسمين،
دورة في العموم. ولو كانت حركة اهتزازية نسميها اهتزازة، ولو كانت حركة موجية نسميها موجة. كانت حركة ايه؟ اهتزازية نسميها اهتزازة، كانت حركة موجية نسميها ايه؟ موجة. يعني من الآخر الجسم هنا عمل ايه؟ اهتزازة. اهتزازة؟ اهتزازة كاملة. نسميها اهتزازة ايه؟ كاملة. في مشكلة؟ ايه هي الاهتزازة الكاملة؟ لما الجسم يعمل ايه؟ اكتب في الكتاب كده، يمر بنقطتين نقطتين لهم نفس الطول. الجسم يمر بنقطتين اللي هو الحركة اللي بيعملها الجسم لما يمر بنقطتين لهم نفس الطول. تاني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا ريس، والله العظيم مش هتعدي غير لما تفهم. بص بقى ركز معايا. بص يا ريس، تعال بقى رجع البندول ده تاني. المشكلة الحتة دي أنا بحب أوي أشرحها وإحنا في الحصة. يعني سبحان الله أنا كنت بشرحها وأنا في الحصة اللي قلت لك كان مفهومها في ثانية. فأنا مش عارف ده أنت فهمته ولا إيه. وللأسف يعني إيه؟ إحنا إيه مش في أكشن. بس أتمنى يعني أكون فهمته. أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بقف كده والله أقعد أعمل كده 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 وهم يقولوا إيه؟ اهتزاز. اثنين. طيب واحد. واحد. اثنين. تمام؟ فمثلا ها؟ بص أنا هبدأ من هنا مثلا. ها؟ أول ما أجيب اهتزاز أقول لي واحد. مع نفسك كده ها؟ كده كام اهتزازة؟ لسه واحد. ها؟ فاهم لسه؟ اثنين. ثلاثة. أربعة. أنا رحت وقلت أنا صحيت كل يوم مثلا الصبح. وصلت؟ تعال بركز معايا. ده هو ده عشان ما نكررش بس. الصعب بالنسبة لك ده وده. ها؟ يلا. سامع جحش بيقول واحد، لا لسه ما مش نفس الاتجاه. ما كررتش. واحد. اثنين. ثلاثة. وصل. هذا درش. تمام؟ وصل كده؟ ها يا رجالة. ها. واحد يقول لي يا مستر طب كده بص كده هل دي دورة؟ لا بص لازم اتجاه واحد اثنين واحد يقول لي ثلاثة لا لازم يكون ماشي في نفس الاتجاه اللي بدأت منه. وصلت؟ اعتقد يعني ان يعني الكلام ده بعمله في الحصة بيجيب على طول. تمام صلى على النبي. في مشكلة؟ دي حركة ايه؟ اهتزازية صح؟ فاللي بيعملوا كده على الاهتزاز ايه؟ تمام. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. من اخر بقى يا مستر عايزين نقول الكلام اللي في الكتاب. بص يا ريس. ادي كده لو الجسم بدا من هنا كده. وبعد كده يروح راجع كده، صح؟ لو الجسم راح كده وراح راجع كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الجسم مشي ساعة. وبعد كده رجع كمان ساعة. وهنا مشي فوق ساعة ورجع كمان ساعة، صح؟ إذن الاهتزازة الكاملة تتكون من كام ساعة؟ تتكون من فور كاتس. الفور إيه؟ زي الفور كاتس كده. الفور إيه؟ اللي هو إيه؟ ها؟ أربع ساعات. أربع إيه؟ أربع ساعات. تمام؟ فتالي الاهتزازة الكاملة تتكون من إيه؟ من الفور إيه؟ الأربع إيه؟ ساعات. الأربع إيه؟ ساعات. بص يا ريس. فاهم حاجة؟ أكيد إن شاء الله فاهم حاجة. في مشكلة؟ إيه فهمت الاهتزاز كاملة عبارة عن أربع إيه؟ ساعات. طب صلى على يشفع فيك عليه الصلاة والسلام. بص يا ريس. وبص يا غير. الحتة دي لو ما فهمتهاش أنا أعتقد أنت فهمتها. بس لو ما فهمتهاش أنا أعمل معاك حاجة ديل كويس. الحصة الجاية في أولها هعيدها تاني بتوضيح أكتر. لو ما فهمتهاش هعمل كده. غالبا هعملها يعني لو حد فهم فهمتهاش الحصه الجايه انا مش هطلعك من الدرس الاولاني ده غير لما تكون فاهمه ده عدت على طول طلعت من الدرس وانت فاهم 100%. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في مشكله؟ مفيش مشكله. فهمت الحته دي؟ اعتقد يعني الدنيا كده حلوه. وعشان برضه اعرف انت فهمت ها ما اعرف منين. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا ريس لو الجسم ها مثلا تعالى نعمل حاجه حلوه او عملنا بقسمه هنا مش عارف تبين ولا يقدرش. بص يا ريس الجسم كان هنا كده ودي اقصى ازاحه بالنسبه له ودي اقصى ازاحه بالنسبه له. حلو؟ انا هعمل الجسم كده. حلو كلام؟ حلو كلام.
انا هعمل كذا حاجه واكتب لي في الكومنتات دي كم اهتزازه او كم طول. ها بص هعمل كم لفه وانت تقول لي بقى. ها كم اهتزازه دي؟ اول ما وقفت اكتب لي في الكومنتات مثلا انت عملت كذا اهتزاز، رقم محدد من الاهتزازات، في مشكله؟ مفيش مشكله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا ريس، لو فهمت اهتزاز كلمه ده اول مفهوم بالنسبه لي ان هو الجسم يمر بنفس الايه؟ يمر بنفس الطور خلال ايه؟ الحركه بتاعته. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا قبل كده في سنه اولى ثانوي ان احنا عندنا مفهوم مرتبط بالتكرار قوي برضه. ايه هو المفهوم مرتبط بالتكرار؟ او مفهومين. اول مفهوم بالنسبه لي عندي مفهومين، مفهوم التردد، مفهومين التردد والزمن الدوري. نسيت اقول اسالك سؤال حلو برضه، السؤال ده حلو في الكومنتات، هو الازاحه دلوقتي الاهتزاز الكامله 4 ساعات، طب ازاحه الاهتزاز الكامله كام؟ ازاحه الاهتزاز كام؟ لي في الكومنتات ازاحه الاهتزاز الكامله، ازاحه الاهتزاز الكامل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ركز معايا بقى. بص يا ريس، عندي مفهومين، المفهوم ده اسمه اول واحد اسمه التردد، واحد اسمه ايه؟ الزمن الدوري. ايه التردد ده يا مستر؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ادخل علمي ولا ادخل ادبي؟ حلو كده؟ ادخل علمي ولا ادخل ادبي واريح دماغي بلا كيمياء بلا فيزياء بلا رياضه بلا هبل وبعد ملك وبيقولوا اللي عنده غش والدنيا حلوه واجيب ولا ابويا يقول من فيها بتاع ولا بتاع ولا ابو في ضغط ولا كده، ولا ادخل علمي يبقى متاح لي كليات حلوه ومش عارف ايه قاعد كده بدل رايح جاي وعمال تفكر ومش عارف تاخد قرار، ده اسمه تردد. اسمه ايه؟ تردد. او ده ما انت عارف ده في الافلام بتاعت زمان، ماسك ورده وعمال هيجي مش هيجي هتيجي مش هتيجي، ده تردد. وصلت؟ فانت ايه؟ متردد برضه. او كما حكى القران الكريم يقول على اصحاب الاعراف يقول لك ايه؟ مذبذبين، في ذبذبه اهي، مذبذبين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء، مش عارفين يجوا كده ولا عارفين يجوا كده. مذبذبين بين ذلك لا تمام. حلو حلو. فمعنى كلمه ذبذبه او تردد في حيره، مفيش ثبات على قرار. وصلت؟ ده معنى التردد في العموم. يعني مثلا انت عندك دلوقتي بتلعب بيس وجت ضربه جزاء والواد صاحبك يعني بيشوط عليك او هيشوط عليك دلوقتي، فانت واقف بالحارس كده مش عارف ولا تروح يمين ولا تروح شمال. طب انا اروح يمين ولا اروح شمال؟ لعند ما تاخد القرار، فانت فضلت في التايم اللي انت كنت عمال عايز تودي فيه الحارس يمين او شمال، انت كده متردد. طب اول ما خدت القرار خلاص شلنا التردد، فانت كنت في تذبذب في القرار بتاعك. شكرا يا مستر. اتفضل. انت متفضل على طول النهارده مش عارف ايه. صلى على النبي. طب التردد هنا في الدرس بتاعنا معتمد عليه. التردد هنا في الكتاب في المنهج بيعتمد على مدى قدرتك على التكرار، يعني لو تردد اكتر يبقى انت الاكثر تكراريه، اكثر ايه؟ تكراريه. مش فاهم يا مستر، صلى على النبي. في مثال بقوله على طول مشهور جدا، او انا بقوله على طول يعني، ايه هو؟ بص يا ريس، بص يا ريس، ايه هو المثال ده؟ انت الحمد لله في ثانيه ثانوي ودخلت ثالثه ثانوي وخلصت الحمد لله، خلصت الكليه وبعدين طلعت كده، انت الواحد اي حد في اي شغل بوبا مش اول، لو انت مثلا خريج اي مكان الكليه مش هتلاقي شغل على طول يعني، مش الدنيا لازم تدور، مفيش حاجه سهله، كله تعب. لا كله تعب مثلا. فانت دايما الافيه المعروف على طول، انت لما انت مش لاقي شغل فهتعمل مشروع، تفتكر هتعمل مشروع ايه؟ كل مصر كلها تقول لك تعمل مشروع كتاكيت. صح ولا صح؟ صح. طب لو هتعمل مشروع كتاكيت ده هتعمل كتاكيت ايه؟ برضه مصر كلها هتعمل فراخ بيضه.
صح كده كده اللي هي بتطلع. طب اساله ليه؟ لو انت سالت واحد من الناس العاديه يقول لك بتطلع بسرعه بتطلع كل 30 يوم بسرعه. لو انت سالت واحد من المتخصصين واحد شغال في مزرعه فراخ يقول لك الدوره بتاعتها سريعه يا باشا. الدوره بتاعتها ايه؟ سريعه. يعني الدوره الدوره يعني ايه؟ يعني بتطلع كتير في نفس الزمن. يعني مثلا انت قررت عملت فيها شبح هعمل بط مثلا. البط ده ممكن يقعد 60 يوم 90 يوم. فانت ممكن تطلع ثلاث مرات يعني تعمل وتبيع فراخ بيضة وانت لسه ما طلعتش. كان ايوه لسه البط اصلا يعني على الله حكايته. تمام تمام فهمت الفكره؟ فيقول لك الدوره بتاعته سريعه. هو اكثر تكراريه يكون تردده اكبر. في مشكله؟ اذا التردد كميه فيزيائيه تعبر عن الاكثر تكراريه او الذي له قدره كبيره على التكرار. طب انت من سكان التجمع مش فاهم؟ صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام. مش عارف صلى الله عليه وسلم. فرضا يمكن الفيديو بقى قدامه ولا بص يا عارف انت الواد اللي بيجي في الافراح ويمسك عربيه معانا عربيه فيت 128 حلو الكلام وعربيه مش عارف انا ما بفهمش في العربيات بس لا اقطع فكره لامبورجيني ولا لامبورجيني لامبورجيني وانا عربيه الفيت 128 الواد ده طبعا احنا ايه كشباب اول ما نشوف بنات في فرح نسخن على طول طب 128 هينسى ان هو ركب 128 وهيعمل ايه؟ ها؟ يقعد يخمس ابو لامبورجيني طبعا هو فاكر طبعا اكيد مفيش حد راكب لامبورجيني ناسي تمام تمام فاكيد فاكر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام هيعمل ايه؟ برضه هيخمس تفتكر انت مين اللي هيخمس احسن؟ اكيد لامبورجيني 128 مش هيستمتع طب صلى على النبي تفتكر مين اللي هيبقى يعني يبقى اسرع؟ ازاي؟ لو سالتك سؤال حلو قلت لك هو في 10 ثواني الفيت ده عمل له 50 لفه 50 ايه؟ لفه و50 تخميس الراجل ده في 10 ثواني يبقى عامل كام؟ يعني بالمية كده المصري ممكن يكون عامل له 100 لفه ولا حاجه 100 ايه؟ لفه في مشكله؟ مفيش يبقى ده 128 عامل له ايه؟ 50 لفه في 10 ثواني ده عامل له 100 لفه في 10 ايه؟ ثواني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام مين فيهم الاجمد؟ ده في الفيزياء ما نقولش مين فيهم الاجمد نقول ده الاكثر تردد طب تحسبها ازاي؟ قال لك الاكثر تردد تحسب دي على دي عدد اللفات او عدد الدورات عدد ايه اللفات او عدد ايه الدورات طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام اذا التردد بيساوي دي على دي دي على ايه على دي طب التردد رمزه ايه رمزه كان السنه اللي فاتت رمزه اف رمزه ايه اف فريكوانسي وده منطقي لكن طبعا احنا في كتاب كتب المدرسه بيتفزلقوا شويه وحبوا يحطوا رمز جديد هو الرمز الجديد ده رمز عامل كده رمز عامل ايه كده اسمه يا مستر هو اسمه نيو اسمه ايه نيو لا هو ان ولا هو يو يعني هو يعني تحس ولا هو ان ولا هو يو هتحس ان هو متلعبك كده ان بس معوجه كده فلا هو ان ولا هو يو فنهبد ونقول نيو طبعا الكلام ده هبد منه لا هو ان لا هو ان ولا هو يو فنقول نيو حلو النيو ده بيساوي ايه ها احنا قسمنا 100 لفه على 10 قلنا ده اكثر اكثر قدره على تكرار اللف وبدل اكبر تردد قسمنا عدد الدورات او عدد اللفات عدد يعني ايه بالانجليزي نمبر ام الزمن يعني ايه بالانجليزي تايم تي فنقول نقسم مين على مين ان على تي فيكون الاكثر تكراريه النيو يساوي ان على تي يساوي التردد فهمت معنى التردد صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام في حاجه ثانيه حاجة بقى عكس التردد ايه هي؟ الزمن الدوري، الزمن الايه؟ الدوري، ايه الزمن الدوري؟ الزمن اللازم لعمل دورة كاملة أو هندسة كاملة أو موجة كاملة أو موجة واحدة. ازاي أنا مستر؟ ركز معايا بقى. عارف أنت برضه نفس الفكرة بتاعت الفراخ؟ قلت لك هي الزمن الدورة كام؟ 30 يوم أو 40 يوم، دي اسمه الزمن الدوري. مثلا زمن الدوري الإنجليزي هتقول لي 6 أشهر. ده الزمن اللي لازم نعمل دوره واحده زمن يوم زمن حركتك اليوميه او زمن الدراسه ولا مثلا كل 14 شهور بنكرر نفس الحاجات لو احنا في اولى وثانيه وصلت ده اسمه زمن الدوري الزمن اللي لازم نعمل دوره ايه كامله طب انا عايز اجيبها هنا انا عايز اجيب الزمن فانا عايز اجيب زمن بص الزمن لازم نعمل لفه واحده هو بص
في 10 ثواني بيعمل 50. طب في 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 اللفة واحدة كام؟ جاني هو الخمسين لفة بيعملهم في 10 ثواني، الخمسين لفة بيعملهم في 10 ثواني. طب اللفة في كام ثانية؟ اللفة في ايه؟ ثانية. فانت تقول له كده اقسم الزمن الكلي على عدد اللفات، فهتقول له 10 على 50. هنا نفس الكلام 10 على 10. ركز معايا، التردد كان العكس. انا عايز اقول انت بتعمل قد ايه في زمن محدد، بتعمل كام لفة في ثانية مثلا. هنا لا، انا عايز انت بتعمل اللفة منك بتاخد قد ايه زمن، تمام، او زمن اللفة الواحدة. فنعكسها، فتقول تي على ام، تي على ايه؟ على ام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تاني النيو هو التردد بيساوي عدد الدورات على الزمن. التي هو الزمن الدوري، هو الزمن اللي لازم يعمل دورة واحدة، بيساوي الزمن الكلي على عدد ايه؟ الدورات. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده زمن، اي زمن وخلاص، وحدة قياسه ثانية. طب دوت، او ركز معايا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو خدت بالك في حاجة هنا مهمة، ده ان على التي وده تي على ان، افرق بينهم ازاي؟ شايف دي اللي في البسط شبهها، دي نيو دي ان، شايف دي اللي في البسط شبهها دي تي دي تي تاني، ها دي تي دي تي دي نيو دي ان دي تي دي تي. يا ما احفظ معايا بقى، او عايز تقلش معايا ولا ايه؟ تنت هو زمان هشغل ايه؟ حوار سلطان. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ركز معايا بقى، عايزين نعمل حاجه حلوه. لو خدت بالك هنا ان دي عكس دي، فلو ممكن اقول ان النيو، ها لو انا عايز اخلي دي لو عايز اخلي دي اعمل ايه؟ انت ممكن تقول كده ان تقلب دي فتبقى واحد على تي، وتبقى دي ان على تي. فالنيو تساوي ان على تي تساوي واحد على تي، بنسميها التردد مقلوب الزمن الدوري. طب مقلوب الزمن ايه؟ الدوري. طب الزمن الدوري وحده قياسه ايه؟ ده زمن ثانيه. طب التردد هيبقى واحد على ثانيه، يبقى ثانيه اس ماينس 1 او اس سالب 1، في مشكله؟ او طبعا في عالم مشهور، يعني مشهور قوي في موضوع التردد ده، هو عمل شغل عالي عليه اسمه ماكسويل هيرتز، فهنسمي البتاع ايه؟ هيرتز على اسمه، اتش زد اللي هي تكافئ ثانيه اس سالب ايه؟ 1. اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ هيرتز. تمام، تمام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تاني تعال بقى نرجع للحته دي. احنا عندنا مفهومين، المفهوم الاولاني اسمه ايه؟ تردد. مفهوم تاني اسمه زمن الايه؟ الدوري. مفهوم التردد يا مستر يعبر عن الاكثر تكراريه والاكثر قدره على التكرار. الزمن الدوري يعبر عن الزمن اللازم لعمل دوره ايه؟ واحده. فتعالى نعملهم مع بعض كده. النيو تساوي ها؟ نيو ان. التي تي على ان. سلام، ركز معايا بقى، العلاقه بين النيو والتي تساوي النيو واحد على التي، ها صح كده؟ ده واحد قياسه، ده واحد قياسه ثانيه، وده واحد قياسه ها ثانيه، التردد ثانيه والسالب واحد او هيرتز. في مشكله يا رجاله؟ مفيش مشكله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا كده يعتبر خلصنا اللي في الكتاب. تعال بقى ايه، نعمل شغل مع بعض كده، شغل عالي، شغل فاخر من الاخر. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شويه حاجات كده احنا كنا قلناها لكم برضه السنه اللي فاتت، وبرضه هنقولها السنه دي عشان برضه حبايبنا نظبطها معاهم. صلى على النبي يا ريس. يا مستر هو ازاي اعرف ان الحاجه دي مع الحاجه دي طردي ولا عكس؟ ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. التي تساوي تي على ان. بص يا ريس، عشان اعرف ان الحاجه دي طردي مع بعض عكس، طردي ولا عكس مع بعض، بنعمل ايه؟ بص، اضرب طرفين في وسطين. طرفين في ايه؟ في وسطين. لو الحاجتين دول خبطوا في بعض عملوا حادثه. لو انت شفت قدامك في عربيتين عاملين كده في بعض، هتقول البهايم دول كانوا ماشيين عكسي. فلو لقيت حاجتين خبطوا في بعض يبقى العلاقة عكسية. بقى ايه؟ عكسية. تاني، لو لقيت حاجتين خبطوا ازاي على مستر؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اضرب تي في ان تساوي تي، صح؟ التي والان خبطين في بعض يبقى العلاقة عكسية. طب الان خبطة في التي؟ لا. التي خبطة في التي؟ لا. يبقى العلاقة بينهم طردية.
تاني، لو دي خبطت في دي تبقى عكسيه، دي خبطت في دي تبقى ايه، اي حاجه دخلت في التانيه تبقى عكسيه، لكن دي مع دي ايه خابطين اه يبقى عكسي. طب دي مع دي طردي، دي مع دي طردي، وصلت؟ لو خبطوا في بعض يبقى عكسي، البهايم دول ماشيين عكسي. طب انت قول دي ها يلا نيو تساوي ان على التي، ها ترفض زي ما تبقى نيو في تي تساوي ان، ها النيو والتي ها عكس خبطوا في بعض، لكن النيو والان طردي والتي والان طردي. في مشكله يا رجاله؟ مفيش مشكله. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا سالتك سؤال حلو، العلاقه بين التي والان، العلاقه طيب بين النيو والتي هنا تبقى علاقه عكسيه يربط في بعض، ترفض زي ما يربطوا في بعض. طب العلاقه بين التي والان علاقة ايه؟ ها؟ طردية، طردية عاملة ازاي كده؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طب العلاقة بين الإن والتي؟ برضه علاقة طردية. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في كذا حوار هنا، في تركية بسيطة قوي عاوز أقول لك عليها. لو أنا سألتك سؤال دلوقتي بناء على أنا شرحته من شوية، قلت لك هي العلاقه بين التي والان علاقه ايه؟ هتقول لي عكسيه. العلاقه بين التي والتي علاقه ايه؟ هتقول لي طرديه. صح ولا صح؟ العلاقه بين التي والان علاقه ايه؟ علاقه طرديه. طب صل على النبي. انت شاطر كده، بس انت كده شاطر في الرياضه مش شاطر في الفيزياء. ليه يا مستر؟ ركز معايا. في الفيزياء بنقول عشان اقول ان في متغير يؤثر على متغير آخر، يجب أن يكون باقي المتغيرات في المعادلة ثابتين. تاني هقول الكلام لما اجي على ده تاني ممكن نفصل. تاني عشان في عشان متغير في معادلة يؤثر على متغير تاني، لازم يكون باقي المتغيرات ثابتين. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا اسطى، لو في خناقة وناس اتنين خابطين، يعني ناس ماسكين في بعض دعك بعض، يعني ماسكين بعض يعني حاطين على بعض حتى صوت، عشان الخناقه دي تكمل وده مكمله للابد، ما فيش حد بيتدخل. ما دام ما فيش حد قام وسلك الناس وفكهم عن بعض، الخناقه مكمله. امتى الخناقه تقف؟ لو حد ها قام سلك تاني. في اتنين بيتخانقوا، طول ما احنا قاعدين ساكتين وما بنحش خلاص يا معلم الدنيا والعب بعضها تمام تمام، لكن لو احنا قمنا وفكينا الدنيا تبوظ، مش هيأثروا على بعض تاني. فعشان حاجه تأثر على حاجه لازم يكون باقي العوامل والاسباب. ازاي؟ اشهر قصه مثلا، احنا اخوات مثلا في البيت نازلين نضرب في بعض، نستنى يوم بابا يروح الشغل ونقعد نضرب في بعض. لو بابا هنا قاعد في البيت مثلا يوم الاجازه فهو مش طايق، هو عايز يريح، فانتوا فكرتوا بقى ايه عملتوا؟ عليكم وزيكم كده شيطان، قالت عامل خالي بابا لو ده قاعد ساكت انتوا نازلين طحن في بعض. لو بابا قام واتكلم وقال كلمته كل يسكت تمام تمام. فعشان اقول مثلا ان الان عكسي مع التي لازم اقول ان التي ثابت، عشان اقول ان التي طردي مع التي لازم اقول ان ثابت، عشان اقول التي مع الان طردي لازم اقول ان التي ثابت. وصلت؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ركز معايا بقى، التي مع الان، التي مع الان علاقه ايه؟ طرديه. عرفت شرطها ايه يا مستر؟ ان التي تكون ايه؟ ثابت. التي تكون ايه؟ ثابت. خلي بالك من المعادله دي، ان التي لو زادت الان تزيد، او لو الان زيد التي تزيد. صح ولا صح؟ صح. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. من المعادله دي ايه؟ لو انا عملت لك علاقه كده بقى، التي ومثلا والتي سمول، العلاقه بينهم علاقه ايه؟ رياضه طردي. طب فيزياء، هل الان ثابته؟ لا، ده انت لسه قايل لي من شويه لو التي زادت الان تزيد. اه يبقى التي تزيد الان تزيد، فده ان التي ثابته. خلي بالك اشتغلت امتحانات ايه؟ مثلا عمل لك علاقه بين التي والان، الرياضه تقول عكس، فيزياء تقول ايه؟ ثابته، لان التي مش ثابته، ان كل ما زود الان التي بتزيد. تعال بقى هنا، لو انا قلت لك مثلا العلاقه بين النيو والان ثابتة، العلاقة بين النيو والتي ثابتة، لأن الإن كل ما تزيد التي تزيد، فالدن النيو ثابتة. وسط رجالة. سؤال بقى من أبو إيه؟ يعني من أبو مستويات عليا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
العلاقه بين النيو واحد علاقه بين النيو والتي علاقه ايه؟ علاقه بين النيو والتي علاقه عكسيه. النيو والواحد على التي علاقه ايه؟ طرديه. العلاقه بين النيو والتي بس، النيو والتي بس علاقه عكسيه. طب عكسيه عامله ازاي؟ عكسيه عاملينها كده خط مستقيم طب رقم واحد ولا ايه معوجه كده؟ واحد ولا اتنين؟ ها لو عارف اكتب لي في الفيديو، اكتب لي في الكومنتات. حلو، مش عارف جرب برضه. ايه يا اخي يمكن اقول لك جامد. يلا 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 ماشي. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. مين الصح، واحد ولا اتنين؟ بص يا ريس، الموضوع في قصه رياضه كبيره، وانت لسه في ثانيه سنه وما خدتهاش. انا في ثالثه بشرحها بالتفصيل، لكن في ثانيه ما خدتهاش. فانا اعمل ايه؟ دايما اخويا البصمجي تعالى يا اخي. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. بص، بنقول دايما لو المعادله اللي معايا لو سبب العكس فيها طرح، تبقى الرسمه اللي معايا خط مستقيم. طرح خط مستقيم. طرح خط مستقيم. طب لو مش طرح تبقى معوجه. هل العلاقه بين النيو والتي فيها طرح؟ لا، مفيش طرح، يبقى مش خط مستقيم. مين الرسمه الصح؟ الرسمه رقم اتنين. دي بصمجه وبتخلص الدنيا، والدنيا حلوه مش تبقى تاخد المسين. تمام؟ عايز تفهم؟ عندك في مدرس الرياضه ممكن يفهمها لك لما تاخد رسم الدوال ان شاء الله في الترم الثاني. اولا ان شاء الله بالتفصيل الممل هشرح لك بالتفصيل الممل في ثانيه في ثالثه سنه. تمام تمام. لكن دلوقتي هاخد دخلك في تفاصيل معقولك مش عارف ايه، وانت اصلا مش عارف الحاجات دي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب طبعا احنا بالمنظر ده مش هينفع نشتغل عليها، فيعمل لك ايه؟ يروح يقول لك لا، يقول لك واحد على التي، طب العلاقه ايه؟ طرديه كده، وما يعرف يشتغل. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في حاجه عندنا يا اولاد اسمها الميل. حاجه عندنا اسمها ايه؟ الميل. انتوا عارفينه، انتوا في ثانيه سنه ومش في اولى. تانية بتقول ايه؟ انتوا عارفين ايه هو الميل؟ الميل المستر في ثالثه اعدادي كان بيقول ايه؟ فرق الصادات على فرق ايه؟ السينات. طب بس انت على الفيزياء الفازلوكه ده اللي عامل فيها بتاع الجليزي بيقول ايه؟ فرق البيارات على فرق السينات. فرق الاكسات، يبقى دلتا واي على دلتا ايه؟ اكس. اللي هي ايه يا مستر؟ واي 2 ناقص واي ايه؟ 1 على اكس 2 ناقص اكس ايه؟ 1. في مشكله؟ مفيش مشكله. طب صلى على النبي عليه. بتساوي ايه في الاخر يا مستر؟ بص يا ريس، انا معايا الزاويه دي كده. اول حاجه دي اسمها سيتا، زاويه الميل. زاويه ايه؟ الميل. اي زاويه الميل؟ الزاويه بين الخط والمحور الافقي. صلى على النبي عليه. لو انا معايا سطح كده بنسميه سطح افقي او مستوي. صح ولا مش صح؟ صح. لو انا معايا سطح كده بنسميه ايه؟ سطح مائل على الافقي بزاويه سيتا. فزاويه الميل هي الزاويه بين الخط والمحور الافقي، مش المحور الراسي، مش دي. دي في مشكله؟ مفيش مشكله. الميل هنا انا بقسم مين؟ انا بقسم ص على واي على اكس اللي هو ده، اللي هو ده على اكس اللي هو ده. لو قسمت واي على اكس اللي هو ص على س اللي هو المقابل على المجاور. المقابل على ايه؟ على المجاور. المقابل على المجاور دي اللي هو مين؟ تان او ظا الزاويه. تاني مقابل على مجاور هو مين؟ تان او ظا ايه؟ الزاويه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي انا بصر؟ انت عندك في الرياضه حاجه اسمها س ودي ص. الاستاذ بتاع الرياضه بيقول لك دي ج ودي ج. فص على س تساوي ج على ج تساوي ظ اللي هي تان. في مشكله؟ مفيش مشكله. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بصمج صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دايما بقول حاجه كده لذيذه بضحك الناس بيها، اقول لهم ايه؟ الواد بخته مال وراح الساحل ياخد تان او يعمل تان، يبقى مال وتان سيتا. حلو، بصمج معايا، احنا بنحب الحاجات دي، ركز معايا. يبقى الواد بخته ايه؟ مال وراح الساحل ياخد تان. يبقى لو عايز اجيب الزاويه دي اجيب تان. عايز اجيب مين؟ يبقى تان سيتا الزاويه دي. في مشكله يا رجاله؟ مفيش مشكله. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه الحته اللي ممكن نضيفها هنا؟ بص يا ريس،
مثلا ناخد الحته دي بس اعمل فيها كام حاجه كده لذيذه. لو انا عملت لك علاقه بين الان والتي، العلاقه تطلع ايه؟ طردي. حلو الكلام، حلو الكلام. السؤال هنا بقول لك ايه؟ انا عاوز منك مثلا كاتب لك دي كده 4 ودي 2. انا عايز منك الزمن الدوري وعايز منك التردد. انت ممكن تحلها بسهوله، تقول له والله الزمن الدوري بيساوي تي على ان فتبقى 2 على 4 فيها النص، التردد بيساوي ان على تي فتبقى 4 على 2 فيها 2. دي سهله قوي، في مشكله؟ مفيش مشكله. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. دي ارقام والدنيا حلوه، في اصعب من كده في ثالثه ثانوي بس مش لازم اتقل عليك دلوقتي. طب ركز معايا، السؤال هنا بقى يجيب الرسمه دي ويقول لي هات الميل. هات ايه؟ الميل. طب يا مستر اجيب الميل هنا ازاي؟ بص يا ريس، انت فاكر كان السنه اللي فاتت، بص، ص تساوي ميم س، ص تساوي ايه؟ ميم س. الميل ده عشان تجيبه عندك كذا طريقه. الطريقه الاولى ص دي بنسميها اللي على المحور الراسي، ميم دي نسويها الميل، س دي المحور الافقي. طيب تمام، يبقى ده الميم دي الميم، س ده المحور الافقي. انت عشان تشتغل على المعادله صح لازم يكون اللي على المحور الراسي ده لوحده. عشان ايه؟ تشتغل على المعادله صح لازم يكون اللي على المحور الراسي لوحده. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام، هل في قانون مثلا بيجمع الان بالتي؟ اه انا عندي قانونين، النيو تساوي ان على التي والتي تساوي تي على الان. صح كده؟ التي كابيتال تساوي تي على الان. عشان اشتغل في على الرسمه دي لازم اجيب اللي على الراسي، اللي على الراسي لوحده. مين اللي على الراسي؟ الان، عشان امشي على المعادله دي. مين اللي على الراسي؟ الان. يبقى تخفيف وسطين مثلا لو اشتغل على المعادله دي، ايه؟ على المعادله دي اللي يحصل؟ هتبقى ان، هجيبها هنا، ها، ان تساوي نيو تي. في مشكله؟ مفيش مشكله. اذا مين هنا الميل؟ اذا اللي على المحور الراسي الان، اللي على المحور الافقي التي، وده الميل اللي هو الان. طب صل على النبي عايز، او انا بقول حاجه حلوه قوي، لما تظبط المعادله اشتغل من غير ما تشاور، طير اللي على المحاور. ازاي؟ ده على المحور، اه شيله، ده على المحور شيله، يبقى بقى مين؟ النيو. اذا النيو مين؟ هو مين؟ الميل. طب صل على النبي. طب لو اشتغل بالمعادله دي عايز اجيب الان لوحدها، دي عملت الفرصتين فتبقى ان في تي، ها، تساوي تي. صح كده؟ هل دي لوحدها كده؟ لا، يبقى عايز اجيب لوحدها اعمل ايه؟ تي على تي. صح كده؟ صح. اول جبت لوحدها اشتغل من غير ما تشاور، طير على المحاور، هطير الان وطير مين؟ التي، فبقى معايا واحد على تي اللي هو النيو. او اقول اللي لازم مين؟ في السين. تاني اظبط المعادله، عندك حلين، لا تطير اللي على المحاور، يا اما تقول الميل اللي مخبوط في السين، الميل اللي مربوط في محور السينات. ازاي يعني؟ الميل اللي مربوط، يعني مثلا هنا مين اللي مربوط في محور السينات؟ النيو. بس بعد ظبط المعادله، خلي بالك، اظبط المعادله الاول دي، اه مين؟ واحد على التين، واحد على التين. في مشكله؟ مفيش مشكله. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام، هديك دي وتحاول تحلها معايا، مش عارف هتبان ولا لا. العلاقه بين النيو والواحد على التين، ها، لو بينهم طبية، مين هنا الميل؟ هو في قانون بيربطهم، اه النيو تساوي واحد على التي. صح كده؟ اعمل ايه؟ اول حاجه اجيب الراس لوحده، اه الراس لوحده. ايه يا عم؟ اشتغل من غير ما تشاور، طير اللي على المحاور، او ها اللي لازق في السين. هو في حاجه لازقه في السين؟ عشان تجي بواحد، اذا الميل هنا بكام؟ بواحد. اللي لازق في محور السينات، اللي لازق في محور السينات يبقى هو الواحد. او اطلع عن هذا بقى معايا واحد، اه اذا الميل هنا بكام؟ سلوب اللي هو الميل يساوي واحد، الميل ده بيساوي تان سيتا، اذا الزاويه دي بكام؟ الزاويه دي هتساوي شيفت تان واحد، تطلع ب 45 درجه. وصلت؟ في مشكله يا رجاله؟ مفيش مشكله. صعبه كده يا رجاله؟ مفيش مشكله ان شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. أعتقد كده مديتك إيه شوية عن إيه؟ دايما أنا بحب أقول بقى أعمل حصة تأسيس وحصة مش عارف إيه، كل حاجة بتقابلنا بنشرحها. أه بتاخد مننا وقت بس لازم نفهم واحدة واحدة. طب ركز معايا. إحنا طبعًا أنت عندك إيه شوية أسئلة إيه؟ مش عارف إحنا ممكن الحصة الجاية تبقى حل أكتر شوية. بس أنت لو أنت عايز تحل واجب مثلًا قبل ما نيجي نتقابل مع بعض المرة الجاية، الواجب معاك ممكن تحل لحد سؤال رقم ماشي. بص اقول لك على حاجه، انا هبقى حل معاك الحاجات دي. ممكن بص اقول لك على حاجه، حل لي اول مثلا اول 20 سؤال. حلو الكلام، حل لي اول 20 سؤال او بص اول 21، اول 21 سؤال في الكتاب القديم عشان لسه الكتاب الجديد ما نزلش. الكتاب القديم احنا فيه اول 21 سؤال هنحل فيه ايه؟ ده الواجب. واجب يا مستر، وهنحل لنا الواجب. اه يا ريس طب هنحله ازاي؟ صلى الله عليه الصلاه والسلام. زي ما قلنا قبل كده، قلنا احنا قلنا هنقول لكم دلوقتي، احنا ان شاء الله هنعمل جروب على الفيس. الجروب ده لينكو هيبقى موجود فين يا ريس؟ في الديسكريبشن او في اول كومنت. تعمل ايه يا ريس؟ انت مثلا حليت الواجب قلت لك اول 21 سؤال، وقف معاك سؤال هندردش عليه، هنكلمك ورد عليك واقول لك ممكن حد، ممكن حد من اصحابك يكلمك هو اللي يحل، او ممكن انا اكلمك عادي مفيش مشكله، مع بعض احنا ونحل مع بعض. تمام يا ريس؟ في مشكله؟ يبقى انت دلوقتي ان شاء الله هنحل مع بعض. حلو حلو، شد حيلك انت بس وذاكر، وربنا يوفقكم جميعا. ثانيه ثانوي زي ما قلنا فرصه لتقويه ما هو ضعيف عندك، فرصه ما تطلعش من ثانيه ثانوي وانت فيك نقطه ضعف هيدوسوا عليك. اديك شفت امتحان السنه اللي فاتت اللي هي اللي احنا فيها دي، اللي هي لسه الدفعه 24 تمام، كانت امتحانات نار. ليه؟ كل واحد طلع من ثانيه ثانوي وزن هنلعب ونيجي في ثالثه نذاكر. تيجي في ثالثه انا عدي شهر 8 و9 وبعد كده في 10 و11 نعدي 10 و ده بكره الامتحانات ايه مفاجاه. تمام تمام. السلام عليكم يا رجاله، اشوفكم على خير ان شاء الله.